اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم وأنتم تشهدون عودة الشروق بشكلها الجديد. أهلا بكم اليوم والذي نعلن فيه أن الشروق قد عادت لمحبيها ومتابعيها ولكل من افتقد سيدة شاشات السودان. الشروق التي ينتظرها الجميع عادت وتحمل الكثير من الأحلام والأمنيات. دمتم لها نعم السند والعون. وعادت الشاشة ومعها شبكة وراديو الشروق. أهلا بكم. الشروق القناة البكر في فضاء الإعلام السوداني تطل اليوم متزيئة بكل ألوان المحبة والسلام، تنشد الفرح والمسرة في كل مكان. أهلا وسهلا بعودة سيدة الشاشات السودانية الإخبارية قناة الشروق الفضائية. أهلا بالحضور الكريم وبهذا اللفيف الكبير. عدنا من أجل فرص جديدة لشباب السودان في سماوات وفضاءات الإعلام. عدنا من أجل جيل واع بحقوقه لنحقق مع جيل الثورة أحلامهم وتطلعاتهم من أجل هذا السودان الذي نحب، هذا البلد الذي ينبت إعلامه قمحاً ووعداً وتمني.
أهلا بكم الحضور الكريم، شكرا لحضوركم، وكان ممكن تكونوا في مكان آخر، شكرا لكم لحضوركم لقناة الشروق الحتصهر بثوبها الجديد. ونوحي كل جمهور الشروق ونبشر بميلاد شبكة تلفزيونية أو شبكة تلفزيون وراديو الشروق، ستجدون الخبر والمعلومة والسبق، فأهلا بكم وانتظرونا في أماكنكم، سنصلكم أينما كنتم. أهلا بك وأهلا، تحية وتقدير واحترام لكل الحضور الكريم ولكل الزملاء. وعندما نتحدث عن شاشة الشروق بالضرورة نتحدث عن شمس السودان التي لا تغيب، وذلك تلك الشمس التي تمتد في كل البيوت عبر الفضاء. نتحدث عن إذاعة تجوب كل ربوع الوطن الحبيب، نتحدث عن شبكة متكاملة، عن معلومات، شبكة معلوماتية، وعن إذاعة، وعن راديو، وعن بريد إلكتروني، وعن مركز تدريب. أهلا وسهلا بكم. شمس المحبة من هنا. نأتيكم بالحدث وتفاصيله. نتحاور على اختلافنا واجتماعنا. كلنا بشمالنا وجنوبنا وشرقنا وغربنا تاريخ واحد وحضارة. عبرنا السودان جسر للتواصل والتآلف. نرحب بالحضور الكريم مرة أخرى، التحية والتجلة والتقدير لكم عبر شبكة وراديو وتلفزيون الشروق، هي صورة ناطقة للحق والجمال. مرحبا بك محمد. مرحبا بك منى، زميلة منى، وللشروق عظم فقري اللي هو إدارة البرامج، والدور ما ساهل حقيقة للشروق في ثوبها الجديد. كلنا مع بعض حنشيل الشروق، لكن لمدير إدارة البرامج أستاذ محمد عكاشة فليتفضل. مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم حق قدره ومقداره العظيم، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم جميعا بدون فرز، مع حفظ الألقاب والمقامات. دعوني عبركم أن أتقدم بشكر مستحق
إلى الزملاء والزميلات في قناة النيل الأزرق للبث الفضائي لمشاركتهم نقل هذا الحفل على الهواء مباشرة. شكرا جزيلا. ثم أذنوا لي أن أقرأ عليكم كتابي. إن برامج قناة الشروق في انطلاقتها الجديدة تعتمد بالأساس على جهد ودفع الشباب في الإعداد البرامجي والتقديم التلفزيوني وإبداعات الكادر الفني في الصوت والإضاءة والجرافيك، ده كله عشان الصورة تطلع حلوة. ثم ذات الشباب سوف يتم توظيف عدد من البرامج لتناول قضاياهم في التعليم وفي المدارس وفي الجامعات لبحث تطلعاتهم نحو مستقبل واعد وحياة أفضل. إن برامج قناة الشروق تعد بتقديم أفكار برامجية هادفة تلتزم الدقة بضبط الكادر الفني وتلتزم المهنية العالية في عرض الأفكار البرامجية، إذ نستبق في مضمار يتطلب جهداً مضاعفاً للتميز وللفت الأنظار في مزاحمة مرموقة وتنافس شريف. إن خارطة برامج قناة الشروق بين يدي عودتها مرة أخرى واتساقاً مع هوية واستراتيجية الشبكة، فهي تستهدف قضايا المواطن، همومه واهتماماته، طموحاته وآماله، منحازة إليه حيثما كان في القرى والحضر داخل السودان وخارجه. برامج قناة الشروق تتوجه إلى الناس وإلى أم الناس، فللمرأة نصيب مفروض في ساعات بثها المباشر وغير المباشر، تعزيزاً لدورها في الحياة العامة ولدورها في ترقية الذوق والحياة جميعاً. سوف نتناول ببرمجة قناة الشروق حقوق المرأة والحفاظ على مكتسباتها بتسليط الأضواء الكاشفة على المظالم التي تحيط بها، بالتضامن مع جهود النشطاء في منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسوية، وأن نعمل على حفز الجهود المبذولة لمكافحة العادات الضارة والعمل على رفع أقدار وعيها لترتفع قيمة الحياة. برامج قناة الشروق ترقب كل طائر مرتحل عبر البحر حملت أشواق الدفيقة. المغتربون والمهاجرون السودانيون هم أولى بالمعروف، فهؤلاء دعامة من دعامات الاقتصاد القومي وضمانة اجتماعية، ينشطون لتدعيم قيم التوالي والتكافل الاجتماعي بما ينفقونه لأجل تحسين أوضاع أهليهم وذويهم بكف خصيب. لذا فإن للمغتربين كفل عظيم في برامج قناة الشروق، نستعرض بهم ومعهم قضاياهم، مشاكلهم، مشروعاتهم وتطلعاتهم. نحن ومن خلال الترتيبات الإدارة نتطلع إلى تغطية متميزة لأنشطة الجاليات في الدول الصديقة والشقيقة، الدول التي يستوطن بأرضها أعداد غفيرة من السودانيين. وفي ذا فإن التوجيهات الكريمة الصادرة من مجلس الإدارة لتأسيس مكاتب لقناة الشروق في عدد من العواصم يلقى مندوحة لإنتاج برامجي يعكس نشاط الجاليات بما يعزز دور الدبلوماسية الشعبية. قناة الشروق ضمن برامجها وبالتنسيق مع إدارة الأخبار والشؤون السياسية سوف تتخذ من البرامج الحوارية المخصصة للتداول الحر في قضايا الوطن المختلفة، سوف تتخذ سبيلاً لإعلاء قيمة الحوار المجتمعي، لننتبذ خطاب الكراهية والعنصرية المقيتة، وللعمل من ثم على تهيئة المناخ العام لتحقيق العدالة الاجتماعية ولإرساء دعائم السلام وللمساواة، بجعل المواطنة إطاراً مفهومياً ودستورياً وأساساً معيارياً للحقوق والواجبات في وطن حر ديمقراطي يسع الجميع. برمجة قناة الشروق في ثوبها الجديد تضع في قوالب جاذبة
سلسلة برامج تتناول قضايا وهموم ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والأرامل وذوي الإعاقة وفاقدي السند، وهي في ذا تصوب نحو موازنات المؤسسات الاقتصادية الوطنية في إطار مسؤولياتهم المجتمعية، لتبادر هذه المؤسسات لرعاية مثل هذه البرامج ولدعم الشرائح المستهدفة. برامج قناة الشروق تتضامن مع جهود جهات عديدة لإبراز التنوع التاريخي والحضاري لما يذخر به السودان في أقاليمه المختلفة من آثار وجداريات ومعالم سياحية وعمارة وحفريات وتاريخ باذخ. خطة برامج الشروق تعمل متصل للتوثيق للتراث والفلكلور السوداني والشعر والغناء والأماديح النبوية، وهذا كله هو حامل تاريخنا الاجتماعي والثقافي والحضاري. ولسوف يتم تحويل بعض البرامج في هذا الصدد إلى توثيق كتابي من خلال صفحات مجلة الشروق التي سوف تصدر بالتزامن مع انطلاقة البث الفضائي. كاميرا برامج قناة الشروق سوف تمر من هنا ومن هنالك لعكس النشاط الثقافي الأهلي في المسارح وفي المراكز الثقافية والمنتديات الراتبة وساحات الرياضة وعند كل مرسم جميل للفنون التشكيلية. خارطة برامج قناة الشروق هي جهد المقل وبضاعة الرجل، بيد أنها محاولة جادة لتقديم خدمة متميزة تكون إضافة ثرة لجهود العمل الإعلامي الفعال للمساهمة في التنمية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وتترجى أن تلقى القبول وتنال رضا المشاهد الكريم والذي لأجله تتئد الخطى لنثقب المستقبل. شكراً لحسن استماعكم. مقاماتكم السامية، تحية الصحة والعافية، تحية الود والمحبة والتقدير والامتنان لحضوركم السامي، تحياتنا لكم، وليست فقط من مقدمي البرامج إنما من كل الطاقم الذي يعمل في شبكة الشروق، بيحييكم وبيرحب بكم من خلال هذا الجمع الكريم، لكم عاطر التحايا. شكرا أمل. 11 عاما والشروق تجود بثمارها لكل العابرين دون من ولا أذى. 11 عاما والشروق تهدي الجميع مشاعل من نور. فما بين مارس 2007 29 مارس 22 شروق جديدة بإذن الله تعالى. نقدم الآن كلمة المدير العام لشبكة الشروق الأستاذ عاطف محمد الحسن، ولكن قبل ذلك دعونا نشاهد فيلم ومن ثم كلمة الأستاذ عاطف. مرحبا. قناة الشروق سفينة ستقود باحترافية عالية اسطول شبكة الشروق للإعلام والاتصال، نظرا لما تمتلكه من إمكانيات بشرية وفنية تجعلها جديرة بالتفوق والريادة في تقديم خدمات إخبارية وبرامجية متنوعة. المهنية العالية والتقنية المتطورة والكوادر المؤهلة عناصر تعمل بوعي كامل لتجعل الشروق رائدة في صحافة ما بعد النزاع في السودان والمنطقة أجمع. ولم تغفل الشروق خصوصية المجتمعات واحتياجات الجماعات التي ستعمل بلا هوادة لكسب ثقتها بصدق التناول وأمانة النقل. الشروق تبنت استراتيجية تجعلها جسراً للتواصل بين الداخل السوداني والعالمين العربي والإفريقي، وذلك من خلال تناولها للأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية. وآلت الشروق على نفسها أن تكون مركزاً لتأهيل وتدريب الكوادر الإعلامية في السودان، وذلك عبر إرساء أسس علمية وعملية تكتسب بعداً وعمقاً بالتعاون مع المؤسسات الدولية الرائدة في المجال.
وعمدت الشروق للاستعانة بخبراء وأساتذة أجلاء في مجال الإعلام من داخل السودان وخارجه، سعياً لإنجاح مشروعها الإعلامي الوطني المتميز الكبير. وستولي الشروق نشاطها الإخباري والبرامجي في تفاعل إيجابي مع المتطلبات اليومية والتحديات الراهنة والمستقبلية بشفافية وموضوعية. وستباشر الشروق دورها بكفاءة واقتدار لكي تنبئ وتعلم وترفه، مستلهمة دور المرأة في بناء الوطن إلى جانب التداخل والتناغم في الصفات والأنماط السلوكية. بقلوب وعقول مفتوحة مؤمنة برسالتها، ستنفتح الشروق على البيوت السودانية ليعمل الجميع سويا لأي رفعة الوطن ونهضته المشهودة. بسم الله السميع العليم وبه نستعين، شكرا يزله لكل الحضور وبمقاماتكم السامية، نرحب بكم. نتحدث أولا عن البدايات بتاعت الشروق. نحن كان الهم الأساسي الأول اللي هو حقوق العاملين، بدينا بالفكرة بتاعت الحقوق بالنسبة للعاملين، وبعد ذلك جات كوكبة كبيرة جدا يعني من الإعلاميين والأساتذة داخل السودان وخارج السودان لعمل هذا الصرح يعني. Welcome everybody, ladies and gentlemen. Good evening for all of you. First of all, we're very pleasure for having you here. The first thing what we focus in to give the right to the employees who used to work for us. And we're trying to dedicate ourselves to invest more and more and trying to be better from yesterday to repent and new things. الفكرة بتاعت شبكة تلفزيون الشروق هي نبعت من المجموعة اللي كانت موجودة معنا من إعلاميين داخل السودان زي ما قلت وخارج السودان، اللي هي عندنا الشروق 1 اللي هي هتمثل الإعدادات القديمة اللي من المكتبة بتاعت الشروق، وفي الشروق بلس 2 اللي هي هتكون على نايل سات. وزي ما تحدث الأخ محمد عكاشة عن الرؤية بتاعتها، التركيز بتاع الشروق او الشبكه عامه، احنا تركيزنا على الريف وعلى المناطق المهمشه والانسان بتاع المنطقه. ركزنا برضو على صحافه الموبايل اللي هي تغطي لنا كل المناطق في السودان من القرى والنجوع. Ladies and gentlemen, as we know that now we got two satellites to broadcasting our Churuk network channel, and also we're dedicating to invest more and more. Now our vision is to invest in young people. We would like to give them the opportunity to express themselves and to look forward to improve and develop their situation and move forward to develop this country. بالنسبة للشبكة زي ما قلت اللي هي القناة الأولى والقناة الثانية بالإضافة إلى الإذاعة، الفكرة بتاعت الإذاعة هي هتتناول باللهجات المحلية واللغة بتاعت العربي جوبا بالإضافة إلى لغة التجرينجا والأمهرية بالإضافة لعدد من اللغات للجاليات الموجودة هنا. الرسالة دائما زي ما احنا اتفقنا مع المجموعة اللي هي قامت على إنشاء هذه الشبكة، اللغة المستهدفين احنا الإنسان السوداني اللي هي كل المجموعات في الريف زي ما قلت وفي القرى والارتقاء. دائما احنا بنحاول نناقش او نتناول القضايا اللي هي بتاعت الفقر والتنميه والعلو العرقي والاشياء والسلام وكل الاشياء المنقصات في المجتمع السوداني، نحاول بقدر المستطاع باننا يعني نحلها
بوجود عدد من الخبراء والعلماء في هذا المجال يعني. The next step we're going forward to look to the countryside to look for development, and we're trying to have a lot of youth this work together and trying to develop these things. So also the first thing we used to be established the radio. We have a local language and we have Arabic Chuba. That's for people who would like to be have more very difficult polygamy about than you. So we're talking about many important things that could make a process and could be new visions. It could be new for the channel. برضو من هذا المنبر أنا بدعو يعني الجهات المسؤولة ورجال الأعمال أنه الناس تهتم بالإعلام ويعني بالنسبة للإعلاميين نفسهم يعني ما في أي اهتمام يجدوا بالإعلاميين أو الإعلام كل الأخبار من السوشيال ميديا ولكن في إشكالية كبيرة جدا جدا اللي هي وسائل الإعلام الرسمية كانت أو الخاصة ما بتركز على القضايا المهمة نحن في شبكة وتلفزيون الشروق بقدر المستطاع هنحاول يعني انه ندي الخبر المصداقيه بتاعته ومن المصدر بتاعه يعني In a sure we're focusing about developing and we care a lot about investing and we asking and give this question to all the journalists in Sudan for working together in a collective work that we can develop our journalists in Sudan could be in a modern way to work together to create a new generation with a good society and have a background about how to collect the resource to broadcasting it in a very good way. الاستهداف بتاعنا كان للشباب يعني التركيز كله كان للشباب حس احنا خرجنا حوالي 38 تدريب من مذيعين لمذيعات لمنتجي برامج واشرف على التدريب يعني عدد من الاساتذه الاجلاء امثال الدكتور احمد الحاج واستاذ عبد القادر الكتيابي وجمال الدين مصطفى والأستاذ محجوب عبادي وعدد كبير جدا يعني الاهتمام يعني التركيز كله على الشباب حتى صحافة الموبايل نحن في المناطق النائية والقرى والنجوع نحن بقدر المستطاع نحاول يعني استهدف الشباب في التواصل بصحافة الموبايل بالإضافة طبعا للمكاتب الخارجية نحن مركزين في تنسيق كامل مع جهاز المغتربين ووزارة الخارجية فنطر علينا المكاتب الخارجية حتى نكون في ارتباط وتواصل مستمر مع كل السودانيين في الخارج وفي الداخل. Our new things also we're focusing in the UNS and we establish a new center for training the new trainer to develop them and work hard to tell them how they can work in a professional way. So now we train its members and we assure you that they are well prepared now and they are ready to be in the right place for broadcasting, for reports, for their views, and for the radio in many two different languages. And also we will take permission, the Ministry of the Foreigner, for give us the permission to collect news from outside Sudan and use to work with them in very cooperative, in a nice way, to collect new things, could be the modern things for this network. أيضا في الأخبار إحنا مركزين على القسم بتاع اللغة الإنجليزية في الحوارات وفي الترجمة وفي بعض البرامج إحنا هنعمل عليها subtitle. مثل العادات والتقاليد بكل يعني مناطق السودان حتى نعكسها للخارج يعني بمعنى شنو انه الشبكه ما حتكون يعني الرساله بتاعتها داخليه بل حتكون حنغطي بها كله العالم وبلغات مختلفه في تنسيق مع السفاره البريطانيه وفي تنسيق ان شاء الله حيكون مع السفاره الفرنسيه حتى تكون في مجله فرنسيه ومجله باللغه الانجليزيه نعكس نحن لا 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 يعني احتياجات السودان من تنميه والى اخره يعني also we will be indicated our time to work together also we will be in sense a match to the US to the UK embassy to work with us and develop this kind of things our english department is focusing about developing about the daily life about the Sudanese about how we can work forward to develop ourselves and give the opportunity to the young people to express themselves and we're working so hard because English language has become the language that become required. So the thing is we would like to reflect our local community, our culture, our terms to the people inside Sudan and outside Sudan. الشبكة مفتوحة لكل السودانيين بدون فرز وبدون أي يعني توجه معين توجه وطني يعني المشاركة للجميع فيه بنطلب يعني من كل المبدعين والإعلاميين المشاركة في هذا المشروع الوطني الضخم
زي ما قلت لكم هو فيه مجموعة نسيت ما أذكر اللي هو مركز الدراسات البحثية والاستراتيجية، وده حيكون رافد كبير جدا جدا بالنسبة للشبكة والإذاعة، زي العلاقة ما بين فرنسية 24 ومونتي كارلو وعدد من الباب مفتوح لكل الناس، يعني أن تشارك بأفكارها ببرامجها بكل أشياء. وإن شاء الله أنا أتمنى يعني العقبات حسا اللي بتواجه القناة أن الناس بقدر المستطاع أن تذليل لنا، والمبنى الجديد طبعا لسه هو تحت ودائر عملية بتاع التشطيب للمبنى وكذا، المبنى هو موجود لكن بنحتاج للاستديو للأشياء دي يعني أن تكتمل. فدي مناشدة هنا لكل الحضور وكل رجال الأعمال والمسؤولين أنه يعني يفتحوا الباب للإعلام مش للشروق وحدها يعني، ويضعوا الإعلام في نصب عيونهم يعني. Our doors is open for everyone, and also we asking again for the, all the journalists in Sudan to help us, to work with us, to develop this new place. So we're also asking everyone who would like to give any opportunities, he would like to give any suggestions, to come and welcome. And we would mention that again, our hands is open, our doors is open, and we all going to listen to you because we would like to invest in our youth, and this could be the fairest priority for all of us. شكرا جزيلا. Thank you very much. تحية مجددا لكل الحضور الكريم والجمع الأنيق بكل المقامات المحفوظة الرفيعة، نحييكم جميعا. هذه الشروق لم تكن صفوية يقيد معصمها المركز، ولم تقعدها الحاجة في مسامرة الحضر، لذا ولدت اليوم حرة تجوب كل مكان في السودان وتعود للمدائن زاهية باهية. حضور الكريم أهلا بكم مرة أخرى، هذه فواصل لبداية مباركات من خارج السودان بانطلاقة الشروق، ثم بعد ذلك نستمع إلى عضو مجلس الإدارة ورئيس اتحاد أصحاب العمل السيد هشام الصوبات، مرحبا به ومرحبا بكم، ولكن دعونا أولا نشاهد هذا الفاصل من المباركات من خارج السودان، أهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم ترحيبا يليق بمقاماتكم الرفيعة، والتحية موصولة إلى كل الذين يشاهدوننا الآن لتدشين قناة الشروق الفضائية. يسرني في هذا المقام أن أتوجه بالشكر إلى الأبناء والبنات والإخوة والأخوات في شبكة تلفزيون الشروق للجهد المبذول لاستعادة الشروق مكانها ضمن بعض القنوات الفضائية السودانية. ومن جهتي بصفتي الشخصية وبصفتي عضو في مجلس إدارة الشبكة، أعمل ما في وزعي للمساهمة بسهم وافر لإنجاح القناة حتى تشرق من جديد في حلة زاهية، ولتقديم خدمة إعلامية جاذبة تلبي حاجة المواطن السوداني في كل مكان وزمان، وأن تعمل من خلال
سياساتها وبرامجها لتناول قضاياه الملحة في أمنه الاجتماعي ومعاشه اليومي ومشكلات المستجدة بصورة مهنية متميزة، فضلا عن أهمية تناول ورصد حركة الثقافة والآداب والفنون والرياضة، وأن تقوم القناة بدورها المناط بها للنهوض بالمجتمع والدولة نحو مرافق التنمية الاقتصادية والرفاه الاجتماعي، حتى ينهض الوطن نحو مكانته المرموقة بجهدنا جميعا إن شاء الله. وبارك الله فيكم. أهنئ الأسرة الإعلامية السودانية والعربية عموماً بتدشين قناة الشروق، التي أتمنى بل أتوقع جازماً أن تكون إضافة نوعية في هذا الفضاء الواسع. لقد تبعت بعض الجهود التي بذلت تهيئة لهذه الانطلاقة، ولاحظت الاهتمام بالجيل الإعلامي الشاب، وهذا أساس متين تبنى عليه القناة ويرفد رصيدها من ذوي الخبرة والمهارات. وأتوجه بالتحية هنا لزميلنا الإعلامي المتمكن الأستاذ عاطف إلياس ذي القدرة والصبر، ولكل زملائه حقيقة. أهنئ الجميع مرة أخرى وأتمنى لكم دوام النجاح. بسم الله الرحمن الرحيم. نتوجه بالتهنئة للإعلام العربي أولا ثم الإعلام السوداني بهذا الصرح الجديد الذي سيحلق في سماء الإعلام العربي تحت رعاية الزميل الصحفي المخضرم عاطف إلياس، وهو رجل يمتلك الكثير من الخبرة الإعلامية ليست المحلية فقط بل العالمية. متمنين لكم الحظ والتوفيق إن شاء الله للإعلام السوداني والإعلام العربي. الشروق شمس السودان التي لا تغيب، هي شمس عربية إفريقية لافحة بالعلم والمعرفة، تنير الدروب، تثقف وتخبر وترفه عن الجمهور، وهي ما نحتاجه في عالمنا اليوم المتسارع. تحية وألف تحية إلى الشروق والقائمين عليها، ونتمنى لها شروقا بدون غروب. تحياتي الطيبة من لندن، وأستغل هذه المناسبة لأتوجه بخالص التهاني إلى الصديق الحميم عاطف إلياس وتهنئته بهذا المنصب الجديد، ومن خلاله أتوجه إلى كل من التحق بهذا الصرح الإعلامي الجديد في السودان أن أهنئكم بهذه القناة، وأتمنى لكم من أعماق القلب كل النجاح والتوفيق. ما أحوجنا في عالمنا العربي الآن إلى مزيد من القنوات التي تهتم بحرية الفكر والإبداع وحرية النشر والصحافة والنشر وغيرها، لأننا بحاجة ماسة إلى هذه الحرية في عالم متغير. الحضور الكريم، أرحب بكم مرة أخرى كل الموجودين في هذه الصالة. ما أحوجنا إلى إعلام حر، إعلام يقدم ما هو مطلوب لهذه البلاد الحبيبة. لطالما كانت معظم وسائل الإعلام بشكل عام حبيسة العاصمة. شكرا أستاذ عاطف للتلميح بأن الشروق ستكون خارج العاصمة وستصل أقاصي السودان يا منى. نعم، نرحب بالحضور الكريم مرة أخرى، كل الحضور المتميز الآن عبر الإذاعات والقنوات وكل الدبلوماسيين، ونرحب بالسيد وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي رئيس مجلس إدارة قناة الشروق الأستاذ عبد الله إبراهيم إسماعيل وكل أعضاء مجلس الإدارة. تحية طيبة ومساء الخير عليكم. كل الأصوات يا محمد وكل الألوان تشكل لوحة الشروق والحاضر والمستقبل، هي شبكة متميزة وصوت ناطق للحق والجمال. هي لكم الشروق وهي منكم، و
هي تقوم على دعمكم بشكل مباشر بمشاهدتكم بملاحظتكم بكل ما تروه مناسب انه ممكن ان يكون مفيدا لهذه القناه الكبيره، يعني اذا جاز لي التعبير، فكونوا معنا. ايضا صوت صادح وقلم متميز عبر مجلة الشروق تدشن عبر هذه الشبكة، شبكة راديو وتلفزيون الشروق. وأيضا الشباب لهم فرصة كبيرة جدا أن ينهل من معين التدريب من خلال مركز التدريب في هذه التجربة المميزة. وممثل مركز التدريب دكتورة مودة محمد وسماح، مرحب بكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم وكيف انكم؟ وان شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية. حقيقة في المقام الأول أنا سعيدة وفخورة ومبسوطة بالحيل بالحيل إنه أنا قدام يعني ناس فاهمة وعالمة، وهي موجودة اليوم هنا عشان الحاجات اللي عملتها لوطنها والحاجات الجميلة اللي عملتها للسودان داخل وخارج السودان. فحبابكم عشرة. حأبدأ أقول أقواس قزح تمطر فرح تسكر شعور وتطفي الشجون، همسات دلال فيها ابتهاج تهدي الخيال أروع فنون، فمهما الخيال يبدع جمال يرسم ظلال حول الجفون. أرجع أقول لكل زول يا أحلى زول، أهلا وسهلا مرة ثانية، وأصالة عن نفسي وعن الناس الجميلة في حبي لهذا الجمال الموجود اليوم. كل الشكر للمرحلة التأسيسية المهمة لكل اللي حيكونوا موجودين الفترة الجاية على الشاشة من شباب مبدعين تلقوا تدريب أكثر من رائع. تدريب كان فيه احترام للعديد من الحاجات، أهمها الوقت وجودة المعلومة ونوعيتها. عشان كده كنا زي الأخوان في بيت واحد، كنا بنتحمس 200 نجي. أي نعم حصلت شوية حاجات في زي التأخير حصل في الدولة ما كان بيدنا، رغم ذلك كان الناس بتجي أيام السبت كلها سعادة وفخر بهذا الشيء. كل الشكر للقائمين هناك من السيد ابن التاج والناس اللي سهلت هذه الدورة التدريبية. ثاني حاجة عاوزة أركز أو ألفت انتباهكم لحاجة مهمة جدا، أي زول فينا شايل هاتف ذكي، فده هي صورة الإعلام الأول حيخلينا نقول إنه السودان حننقل عنه حاجات جميلة. يعني مثلا لو السيدة اللي هناك شال جواله وكتب هاشتاج الشروق أو تدشين الشروق، واللي هناك صور وخدنا في النهاية صورة جماعية كل واحد بجواله ونزلها، كده إحنا حنكون إعلامنا بادي مننا. إن كان في صورة حسنة ننشرها، وإن كان في صورة جميلة نقدر إحنا كلنا إنه إحنا نغيرها للسودان أفضل جوا وبرا السودان. سعيدة مرة ثانية لهذه الفرصة الجميلة وأشوفكم في ساعة خير. يديكم العافية. شكرا زميلتي مودة. Warm welcome. Excellencies, honorable, distinguished guests, all protocol, chairman, board of director, Ashiruk network staff, ladies and gentlemen, we all know that media and journalism are the past, the current, and the lifetime instrument of knowledgeable and informative transformation. At this age of modernity and information, the best tool of introducing a single nation to the world is the advancement of its media. We are privileged to welcome you all this evening and invite to our event, which marks the inauguration of a Shiruk network, hopefully to through its English section with the following program: TV channel, radio station, magazine, and online broadcasting around clock. Having mentioned, though, a Shiruk network will be the first national Sudanese media institution to consider and deliver global presence to transform our local context internationally. Ladies and gentlemen, allow me to warmly welcome all our keynote speakers, partners, diplomats, corporate,
reps, invite guests, and every allocate a part of his time to attend this ceremony and those who came from different walks of life to share their knowledge and vast experience. And together, we can enjoy a wonderful moment. I would like to extend a special welcome to our guest of honor. Ladies and gentlemen, announcing creativity and achievement, we proudly unveil to you Ashruq Network as the first channel in the history of Sudanese media to have a widest diversity of programs, not only in sections and programs, but all its staff and operating languages, making the unique TV comes true. We are here to disclose to you, ladies and gentlemen, at this very simple ceremonial event that we were working hardly to make this day come and to put things together. We strongly believe in the human resources, particularly youth. Youth and their roles to be played in developing their communities. And that's why in Ashruq, we believe in training and capacity building for young people across the country to have themselves appeared and presented their communities, no matter where in Sudan they live. Ladies and gentlemen, I would like to acknowledge a special gratitude to the chairman and to the board of director, first undersecretary at the Ministry of Finance, Mr. Abdullah Ibrahim, and the director of the Regional Center for Community Development, Mr. Ismail Attaj, who supervised graduating qualified media professionals. We also are thankful to those who have shared their practical experience professionally, Honorable Dr. Abdullah Al-Kityabi and Dr. Ahmed Hasaballah Al-Hajj, Dr. Jamaluddin Mustafa, of course, I could say my personal coach and mentor with whom I have ever had a training in media and journalism. We are very hopeful and grateful to your presence, and we will not forget to thank Dr. Abadi Mahjoub. At this time, ladies and gentlemen, but before I leave the stage, we as the Sudanese people, we believe our country deserves much than that. In the English section of the Shuruk channel, I would like to have an opportunity to welcome all of you in our English section in Ashruq. Thank you all for being part of our celebration. الزاهية الباهية، شكرا جميلا أنيقا لكل الحضور بكل المقامات المحفوظة الرفيعة. أنا عايز أحيي تحية خاصة زملائنا الإذاعيين الذين يطاولون ساعات النهار ويسامرون ساعات الليل رفعة من أجل الكلمة المذاعة في إعدادها وتقديمها وتنفيذها. شكرا لكل الحاضرين، شكرا لكل الحضور، شكرا لسماء الوطن في شمس مختلفة تشرق من خلال الشاشة والإذاعة والمركز والمجلة بإذن الله تعالى. شكرا لكل الحضور الكريم، وشكرا كذلك لقناة النيل الأزرق التي نقلت لنا هذا البث المباشر على الهواء مباشرة. شكرا لزملائي وشكرا لإكرام. تفضلي. شكرا منى. إذا ازدانت بكم هذه القاعة وأنتم تشرفون خبرات وقيادات كبيرة، نطمح جدا أن تكون بيننا عونا وسندا إن شاء الله.
إذا دنتم لنا ذخرا وسندا في مسيرتنا القادمة والمشرقة بإذن الله. شكرا لكم جميع الحضور وما زلنا معكم. شبابا شيبا كبارا صغارا شمالا جنوبا وشرقا وغربا في كل ربوع الوطن الحبيب، إن شاء الله حتكون الشروق هي حاضرة في كل البيوت، في الإنترنت حاضرة، في التلفونات حاضرة، في كل الجوالات حاضرة، مجلات حاضرة معاكم عبر الأثير، حتكون موجودة معاكم إن شاء الله. شبكة الشروق تعلنها من خلال هذا التجمع الكريم بأنها عائدة لكل محبيها. سيدة شاشات السودان هي عائدة عبر الفضاء. نحن بنحييكم وشكرا جزيلا جميلا كثيرا. أشكر ثاني الحضور الكريم اللي كان معنا الليلة في الصالة، واللي حيكون معنا مشاهدنا عبر الشاشة برضو حيزين هذا الحفل الفنان هاني عبدين ومعه مجموعة من الفنانين عماد ببو وعوض حمودي، فما تمشوا بعيد، خليهم قاعدين، عندنا عشاء مفتوح طريف جدا. إذا سنجمع بين الكلمة واللحن وهما وشيقة حب وجمال يا محمد عبر الفنان الشاب هاني عبدين. أبشروا، خليهم قاعدين، تسلموا، شكرا جزيلا. قاعدين.
عزوب وطني وطني